السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، اليوم نطلع عليكم بحلقة من الطراز الرفيع، بصراحة حلقة تناغم وتحرك الإحساس. شاعر انطلق بسرعة الضوء أو سرعة ما أريد أقول الصاروخ، الله يبعدنا عن الصاروخ إن شاء الله. شاعر مبدع من محافظة ميسان العزيزة، الحبيب والقريب حسين صلاح. يا مليارين هلا أبو الأكبر، وألف تحية إليك وللسادة المشاهدين، ويا رب أكون خفيف الظل وإن شاء الله ثقيل شعرا إن شاء الله. أنا متأكد من هذا الموضوع. شكرا شكرا لهاي الساعة التلفزيونية جمعتني بيكم السادة المشاهدين. الله يسلمك. شلونها ميسان؟ الحمد لله ميسان بخير وعافية، عايزها شوفتك. الله يسلمك. أنت ضفت للشعر بميسان، ميسان ضافت لك؟ والله ميسان ضافت لهواي، لأن دائما الشاعر هو ما يتأثر بيئته طبعا بصراحة طبعا، فأكيد ضافت لميسان. إن شاء الله أنت راح تكون امتداد لشعراء ميسان، فخر وأتمنى وإن شاء جميل. الله جميل. حسين صلاح، باعتبار أنه أنا شخص قريب عليك وأنت قريب علي، شنو تعليقك انه انطلق بسرعة الضوء؟ انا انطلقت بسرعة الضوء؟ ايه، شنو تعليقك؟ هذا يدخل به مسألة التوفيق، وتدخل به مسألة التراكمات والظروف اللي عشتها. لا لا، يعني قصدي انه هل هي صحيح لو انا كنت جامل بالموضوع؟ 100% صحيح. ها، شنو يعني بصراحة اليوم الشعراء، اكو شعراء يعني ياخذ له مدة زمنية كبيرة انه يكتب لكن ما يوصل، واكو شاعر مدة زمنية قليلة ويوصل، نقدر نعرف السبب وين؟ والله يا ابو الاكبر، هي السؤال هذا يتحمل شقين. جيد. الشق الاول نتفق عليه انه التوفيق هو الاول. لطيف. مسألة التوفيق. لطيف. والشق الثاني مسألة التسويق، ومسألة لكل زمان الرجال، بس أريد أسوي لها إسقاط على الكتابة فكون الشخص يعرف يكتب. يعني قصدك الجانب الفني. ألف رحمة على والديك، عليك نور. ها ها ها، جيد جيد. بالمناسبة يعني أنا من الناس، خليني أقولها قدام الكاميرا، أنا من الناس جدا يعجبني ذوقك بالقصيدة. ينطيك العافية. أي بالله الكريم. أتشرف. شلون هالدنيا وياك؟ والله حلوة؟ 50-50. ها؟ اي، هي مو حلوة اذا كلها حلوة. اي، يقولون الحياة بلا مر فعلا. صح؟ صح. انت متخاذل؟ لا بصراحة مو متخاذل. جدي؟ جدي، مو بس على الجانب الشعري، على الجانب العملي بحياتك. اي جدي. جيد. خجول؟ اي، انا اقول يعني الخجل يزين الرجل، يعني شيء حلو ايجابي مو سلبي. جيد، بس في بعض الاحيان انه يؤخذ حقك بداعي الخجل. تفوتك هواي فرص. صدق والله؟ والله. ايه، ناس ووضع مزدحم وبعينها شقد قصص، تغويني وانا صنم وطبع باليستاه هواي تفوت فرص. يا سلام. الله. مو حرفيا. ايه صحيح. وطبع باليستاه هواي تفوت فرص. الله. ايه، خلينا نطب بحياة حسين صلاح الشاعر. يلا. جيد، متفقين. الأمنيات، أقرب أمنية لحضرتك؟ يلا دلها صفني. والله هواي أمنيات، بس الأقرب يا بنيتي تدرين الصدق شتمنى. أها. كل عام وإحنا نظل مثل ما إحنا. أمين يا رب العالمين. بهاي السنة بحيل الله راح تشوفين واقف ببابك بيدي حلقة وحنة، هنيال العمر راح يخلص وياك، بدونك بعد ما عيش لو بالجنة. الله. أنتي اللي يحبك طول عمرة تهنى. سلامتك. الله الله الله، يعطيك العافية. هذا الكلام يقال في البدايات ولا في النهايات ايضا؟ دائما البدايات حلوه. ها، فين قال بالبدايات؟ النهايات ما ندري بيها.
أبو هسه بغض النظر أنت إنه أنت عندك حبيبة أو ما عندك حبيبة، أنا ما لي علاقة بهذا السؤال، لكن السؤال إنه أنت تعتقد أكو بعض اعتقادات إنه إنسان يساعد حبيبته أو يمشط لحبيبته يعتبرها فد شيء مخل بالرجولة؟ أنا عن بالنسبة إلي يعني رأيك رأيي الخاص أنا أشوفها قمة الرجولة، شعور عظيم. أها إيه شعور عظيم. كان اللي يحبك أنت كل أحلامه وإلا أنت يم الليل يلا ينامه، خايف عليك بظهر دوم يخليك بس من يمشط لك كنت قدامه. الله شعور عظيم. الله 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 الله. أنت غيور شرقي، وصفة ملازمة. أي الرجل الشرقي غيور. بصراحة سولف لي، خلينا ندخل شوية بالأعماق وبالتفاصيل. جيد. يعني أكثر مرة غرت فيها شنو كان الموضوع تتذكر؟ أكثر مرة غرت فيها؟ إيه. ما تستحضرني. من الممكن تغار منين؟ أكو فد نقطة جميلة بصراحة. زين. أنا مو أغار من، أنا أغار على. اي نعم. انا مو اغار من فلان عليك. اي انا اغار عليك من الدنيا. اغار عليك من الدنيا حرفيا. صح صح 100%. في بعض الاحيان توصل الغيره عند الشخص يغار من الاهل. اغار عليك اذا طالع حلوه. الله. تتحدى نفسك؟ هواي اتحدى نفسي لهاي اللحظه. اتحدى نفسي والاكبر. شوف بصورة عامة بالحياة ما يكسر الإنسان غير الأشياء اللي يحبها. الأشياء اللي يحبها هي الوحيدة اللي تقدر تكسرها. الله أكبر. أي شاهد الله. ف بفراقي هم تغني أوف. أنت الغلط بيدك رحت، كان الغلط مو مني. ما تسمع أخبار بعد هالمرة، مو فنك تجي، أنا لأرجع لك فني. أي أيوة والله. تهت؟ لا والله من قلب ولسان. ما تشتاق بالليل؟ خلنا عبر. ما تشتاق بالليل؟ تشتاق شلون ما تشتاق؟ شو تسوي تشتاق؟ أشتاق وبس. آخر مرة بكيت إمتى؟ البارح. الأهداف اللي ما حققتها شنو؟ والله بما أنه بعد العمر يمشي فهواي أكو أهداف ما محققها، وأكو هواي أهداف حققتها. حققت أهداف؟ هواي هواي أشياء. لو عاد بيك الزمن شنو شنو شغلة راح تطوخ عليها وشنو شغلة ما تتمناها تصير؟ الما أتمناها تصير الأشياء اللي أحبها اللي كاسرتني، هاي ما أتمنى. أقرر أنسى. زين. يقول أقرر أنسى لكن من يجي الليل شو يصير؟ الحنين يصير أكبر من قراري. الله 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 الله. يا سلام. مشكلة مشكلة كبيرة. شنو من الممكن يعني الأشياء أو الأسباب اللي تنترك على مودها يعوفوك؟ أبو الأكبر بصراحة هي مو مسألة غرور أبدا، وإنما مسألة توفيق الشخص المقابل. الله ما وفقه حتى واحد حتى صير له، حتى واحد مثلي يبقى بحياته. فهو الله ما موفقه أو ما جاي التوفيق اللي يخلي أنا استمر وياه بحياته. ما شاء الله. إيه قلت له مو زين إذا أسمع خبر متعبهم أهلي بكل فجر أقعد وصيح وينه، خاب أنت عايف لك بشر بجناس تمه وما بك، خايف يأذيك الدمع شي أنت كنت بعينه. الله. الشغلة الوحيدة أنا بحياتك زينة. أوف. مو مسألة غرور بس للأمانة حقيقة. الله. الشغلة الوحيدة أنا بحياتك زينة. يعطيك العافية. ما شاء الله. شكرا. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا.
يا اخي انا هذا الجنون اللي بالقصيده يعجبني حقيقه يعني. شكرا يا كبير. بالله يعجبني هذا، هذا الجنون يعجبني. شكرا يا ماما. خلينا ناخذ قصيده نقرا اللي يعجبني. ايه طبعا انت خياله وبيدك رمح. شكرا. تقول ندمان راجع تعتذر ما ريدك وما نصحك، مو حلوه جاي انت بصلح وانتظرك تخلص حكي وتسمع جوابي جرحك، اتمنى ذلك بالحكي والقاك ناقع بالبكي واقعد قبالك مبتسم تمسح دموعك واضحك، وكلهم دروا بينا البشر عود انت ابد ما حاكي، بس هي هاي المشكله مفضوح وجهل توت القاباتي. اويل يا ربي. بس هي هاي المشكله مفضوح وجهل توت القاباتي، وصح قاعد قبالك عمر بس حظ ابد ما قاعد، حتى اغلى من اهلك انت بس هسه ما ارجع الك لو تبقى اخر واحد، لو تبقى اخر واحد. وكل الحكي اللي قلته ولما امتحن، لما امتحن بالك تجي يمك رسايلنا اعتقد تقدر تقلب بيها، واعترف انت اكبر سبب كل القصايد لم قرن كان اسمك محليها، وبالمدرسه اتذكر قبل كل رحله غيرها كنت تنعرف كانت ذيك اللي مكتوب حرفك بيها، وكل الحكي اللي قلته الك من عنده راح اختصرك ذمتش كبرها برقبتك الله يساعد نحرك. أوف. هاي انا رايح منسحب وصدقني ما نرجع بعد لو يبقى يوم بعمرك طال عمرك. اويل المصداقيه فضول. هي انكتبت لوحدها، احيانا جيت الاشخاص بالوقت الخطا عبالهم يلقون المكان نفسه ويلقون الوجه نفسه والضحكه نفسها. من لم يزرنا والديار مظلمة لا مرحبا به والديار مضيئة. يا سلام. اي مو حلوة جاي انت بصلح وانتظرك تخلص حكي تسمع جوابي جرح. الله 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 الله. انت تزعل على الاشياء اللي تسوى؟ ازعل. خسرت بالمعركة؟ هواي هواي. كان سلاحك مو قوي. قلبي كان مو قوي. الله. ايه. انت من الناس اللي قلبهم يتخذ القرار لو عقلهم يتخذ القرار. ابو الاكبر سابقا كانت العاطفة فوق العقل بهواي. اليوم. لا اليوم الحكمة هي السائدة. راح تتعب. بس خليني اتعب احسن ما. متندم هواي، وخير دليل على هذا الندم قد ما أخافك واحترم رجلي متهن يمهلي وبس يمك أنا تربع، تدر انت عايف لك بشر من يدعي ينسهل لأن بس انت بلسانة كنت لمن يصلي ويركع. الله. والله العظيم المثل ما يتودع. والله عن من مثلك ما يتودع. يا بعد حي. والله المثلك ما يتودع. ناخذ فاصل. احبتنا مشاهدين قناة الايام وبرنامج المهله الفاصل ونعود اليكم. احبتنا المشاهدين عندنا وياكم مع الممتع حسين صلاح. يسلمك ابو الاكبر. حياك الله. حيا أصلك. أنا بصراحة هذا شاعر وسيم ويكتبه بطريقة لطيفة أحبه. شكرا. غير كاتب يقول إنني كأي صعيدي لا أستطيع أن أقول أحبك، وكلما حاولت القفز على التقاليد نعم خرجت أحبك كيف حالك. الله. فاعذريني يا سيدتي فأنا كيف حالك جدا. الله 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 الله. أحبك هواي. إيه. الله
الله على البلاغة. الله. فش نقول احنا؟ نقول يما العيون اللي بالشمس تنشاف كل الشجرة، ومن يلتقى الرمش برمش تلقين رايح سفرة. الله. وحتى الزعل مالك حلو. شلون؟ من يجي الليل وما اجو ابقانا طالع برا. يا واهسي الخلان احب كل اللي كنت ما طيقه. نعم. ولو ردت اكتب لك شعر اركض احط منك عطر بعدين احط موسيقى. الله. طريقتي كل شيء بالدنيا احبه بطريقتي. شنو من الممكن يسبب ابتسامتك؟ ممكن رسالة من الشخص التارس نترس. شنو من الممكن ينزل دمعتك؟ نفسه. ها؟ نفسه هو. كيفه أضحك؟ يا أول ضحكة من عندك. زين. ويا أول شيبة من عندك. فعلا. يا مستحي حلات المغرب بخدك. هلّا هلّا الحمار. يا سلام. الله أبو الأكبر. مو فتحت قريح كان صار لي شهرين قريحتي الشعريه نسيت روحنا بحلقه وبرنامج. الله يقعد يمك يسافر. الله يسلمك. يقول احمد المرشدي عند بيت يعجبني، يقول همزين الجرح بالروح ايه ما ينشاف. الله الف تحيه له بكرم. عندك مثل هذا؟ ايه عندك مثل هذا الجروح؟ هاي انا هذا اسبابها مو ناس غربه صح. اخذت اس حتى اعد بس ما وصلت للعدد. هاي اسباب هاي جروح ناس غربه لو ناس لا قريبين. الغريب ما يذيك، لا القريب منك وبيك اللي يندل مكانات، اللي يندل شلون مكانات الوجع حرفيا. انت كثير التجارب؟ يعني مو كثير التجارب لا. شنو اللي عجبك بالمقابل؟ الصدق أعظم شيء بالدنيا. اي نعم. امتى عيد ميلادك؟ عيد ميلادي من أتعرف على الإنسان الصح. ممكن يعني بعدك ما مولود؟ ما مولود. عليك نور، أحبك لين تفهمني. الله. ما أدري شلون أصارحكم بهذا الموضوع، حبيت وحدة وهي هسة تحبني. يا الله. صح أنا أكبر منها بس هي تقول قد ما أحبك قمت أحسك ابني. الله. وقد ما تدلعني نسيت أنا اسمي، وبكل شي تاخذ شوري وما قمت أطلع مو فقط من البيت، وياها ما اطلع قمت من طوري. نعم. اي شكرا يعني للشعر اللي يخلينا نحكي اشياء ما نقدر نسولف. يعني اقدر اقول لك مبروك؟ لا انا هذا بس كلام بداخل قصيده. لا لا ما تقول لي مبروك بعد. ها باعتبار نرجع للسؤال الاول مع العيد ميلاد. عليك نور. عليك. تاخذ راي منه من تبدل ملابسك؟ اكو واحد تودي له سيلفي؟ سابقا ايه اكو. واليوم مرايتي. وتعتمد على ذوقك حاليا؟ ايه. زين بصراحه اذا وديت سيلفي وقالوا لك يابا هذه الستره هذا اللون مو جميل لو ذاك اللون اجمل شو تسوي؟ الشخص المعني اللي كنت تودي له سيلفي لو ودي له سيلفي ايه يقول لي هذا اللون مو حلو ذاك احلى ايه البسه حتى لو مو حلو. هو يعني انت فاهم علي؟ انت مقتنع برأيه لو انت ما تتخشن خاطره. والاكبر ما اريد اخشن بخاطره بصراحه. وخشن خاطرك النوم لو بعدين؟ واي انت فاهمني ايش جاي احكي. هي هاي مشكله مال انت ما تتمنى تخشن خاطره حتى بالملابس ويخشن خاطرك بكل شيء. لا تبكيني خلينا متونسين ونضحك. الله اكبر. هي يلا سهله كلها سهالات. العاقبه على خير يقول العاقبه على خير ان شاء الله. ان شاء الله. يمتى تعرف قيمتك؟
يمشكوا إنسان يعرفني بصراحة. يعني تدري تدرانا يم ناس إيش كبرني؟ توقع أنا الصدل بالكهف كل هالتاني معناها صاير شيء إذا ما أرجع. طول يا ربك يعطيك العافية. هي حسون أنت شاعر. شكرا يا كبير أنت ممتلئ والله شاعر. شكرا شكرا يا مناسي. تدرى أنا يا مناسي إيش كبرني؟ توقع توقع أنا الصدل بالكهف كل هالتاني معناها صاير شيء إذا ما أرجع. إيه لازم صاير شيء. هم خسروا من وجهة نظرك؟ إيه هم خسروا. إذا أسألهم يقولون خسرنا؟ يجوز تأخذهم العزة بالإثم. ها بس بالتالي أنا عد اعتداد بنفسي ومتأكد أنهم خسرانين. والأكبر أنا صريح حتى وي نفسي. والاعتذار؟ مليون بالمئة. بس إذا كانت مسببة يا عدي صورة أخذها الموسي اللي بيقرب النزوم رحمة لوالديك. شوف هذا الاعتذار. ناخذ على هاجو. شوف الاعتذار. هاي تفاحة ومخيطة. ما يرجع الموضوع إلى أصله. ما يرجع. يريد أقول لك أكو أسباب مقنعة للاعتذار. أي حلو هيك نجاوب. كبير. خلينا ناخذ قصيدة. تقول ما كنت ثقانة ببشر. بس بيده كان مأمن. ورادونا عوفك بس كذب تبقى انت انت شماحك وفكره وبراس المدمن. من كنت يم الخير بيا مبين. الله يا ذاك الوقت حتى اهلي لا يعرفون احد برانا عوفا صورتك مثل الاستوى يدخل. الله 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 بس ما الله لعوفك ما ما كنت ثقانة ببشر. بس بيده كان مأمن ورادونا عوفك بس كذب تبقى انت انت شماحك فكرة وبراس المدمن. من كنت يم الخير بيا مبين. الله يا ذاك الوقت حتى اهلي لا يعرفون احد برانا عوفا صورتك مثل الاستوى يدخن. بس ما لعوفك لا كذب ما كني قد ما شلت عزة نفس نقطة ضعف ما حط علي ما حد قدر يلزمني. تخيل وصلت المرحلة بس حتى نمشي احنا سوا والله ايد انطيتك توجعني. بس من قلت ما ارجع ويا ربع حيل تغيرت كلش صرت ما اطلع. يسألوني ما جاوب قمت بول ايام المنصدم ما يحكي شي بس يسمع. بول ايام المنصدم ما يحكي شي بس يسمع. وقد ما اخافك واحترم رجلي متهن يمهلي وبس يم مكانه تربع. تدر انت عايف لك بشر من ايد عين سهله لان الله. بس انت بلسانك انت لمن يصلي ويركع. الله والله العظيم المثل ما يتودع. شوف اش كبر حجم الوجع من تاخذك رجلك غصب ذاك المكان اللي تدري بيه راح انت بيه تتودع. كامل رحت له ومن رجعت مقطع وما كنت منك رايد. بس انا لو جاسك مرض العب بشعرك وظل يمك قاعد. مو بس حبيبانا بحياتك والد. بول ايام شقد حلو ما ينشبع منك جنت تشبه الماي البارد. الله وهسه بحياتي مو مهم بحصت السوالف والحكي انت الكلام الزايد. هاي قبل مال انت بس هالواحد وعاذر الناس اش ما حكوا. معروف من تخسر حرب لو كان بالجند الغلط توقع براس القائد. سلامتك. وطاحت براس القائد. هن بيك بيك. طاحن براس القائد. سود الله وجه عدوك إن شاء الله. أي والله وبيض الله وجهك إن شاء الله. سلمك. تحب الانتظار؟ أكره. ها. أكره. زين طالب منك لا أتكره الانتظار بس نأخذ فاصل. يلا متفقين. ها. إلك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا وياكم للبارت الأخير
من حلقة هذا اليوم مع الحبيب المبدع حسين صلاح. والأكبر حياك. يسلمك ويعزك. برأيك يمتى الطيب؟ أطيب بأي كلام حلو. أطيب من أي شخص؟ لا شلون من أي شخص؟ ها؟ لا نرجع لموضوعنا، احنا جاي ندور على موضوع واحد أو على إنسان واحد. مو هسه احنا من خلال أنه اللي افتهمته أنه أنت وهذا الشخص اللي كنت تطيب وكنت تبتسم وكنت تبكي تفارقته. وإن جاي أحكي على ذيك الفترة. لا حال اليوم هسه شلون أطيب أو ايه. بيمن؟ إي شلون أطيب؟ يعني هسه بقعدت وياك أنا طيب. ها؟ إي للأمانة مو مجاملة. للأمانة قمة. إي بس مشكلة بنصير وحدك. إي طبعًا طبعًا. مشكلة؟ مشكلة كبيرة. شنو تتمنى لهم؟ يقولون كل من بأصله يمشي، أتمنى لهم شكو خير بالدنيا. زين إذا هم قدامك جاي يسمعونك شنو راح تقول لهم؟ ارفع عينك بعينهم بس كلمة واحدة. ايه ليش؟ وبس. بس هم دعيت عليهم؟ أتمنى وهواي تمنيت أدعي عليهم، وحتى لو أقول بصراحة حتى لو أقول الله لا يوفقهم تطلع الله يوفقهم. أبو الأكبر هذا السواد بجفني يومية طوخ. الله يوفقك ولك على شفته وياك صاحب فضل وصلت هادئ يصرخ. يا أخي شعور مزعج هذا البيت. اي أكثر ألم الوجع المادي لو الوجع المعنوي؟ لا يا مادي. ها الحكي من المعنوي قل لي. معنوي. أنت طيبك أغنية لو جرحك أغنية؟ سامع بيت ما أعرف المنو بصراحة يقولون الأغاني أول دوا يمرض. أي وطيبني وتجرحني. والله طيبني على عيب. شنو أكثر شيء زعجك هاي الفترة؟ أبو الأكبر اللي يزعجني بهاي الفترة حرفياً الناس اللي يدرون الصاير وياي ويسألوني فلان وين. الله أكبر. وأنتم تدرون فسالفة توجعني. إيه سالفة توجعني ويعرفونها أبيامو كان قاعد لي بي يحكونها. الله هذا اللي أريد أقوله. عدانا هسه من الصفر راح أبدي. شو هي هيك وحظ واقف ضدي عايفني هيك بلا سبب. احكي لمن من اختنق بس انت تفهمني كنت لمن اظل لوحدي ولليوم احير بردي وظليت احير بردي ولليوم عنك انسال شا وينكم شو مو سوى السالم يرد من الحرب ما سالينا بقد. الله اكبر الله أكبر. هالنشغة هاي الحلوة. ينطيك العافية. صورتك خلفية على الجهاز منو حاليا؟ ايه بس والدتي. والأكبر خل شوي نطلع من الروتين. أكو أبيات أموت عليها ما أعرف بصراحة منو شاعرها يعني من زمان حافظهن. أتمنى يعني اللي يشوف الحلقة يقول لنا منو شاعر هاي الأبيات. حاجة والدتها يقولها عيد ميلادها ومعايدها يقولها كل سنة وأنا اللي متعبتش كل سنة وانت المراية اللي ما تمل مني من أحب كل سنة وأنا اللي شذبتها تبين على أطراف عينه وما تقولي لها كذب فأحبتش يمه. والدتك عظيمة بالمناسبة. ينطيك العافية. أي والله أنا جدا أحترمها وعزها. يا حبيب روحي أسأل الله يحفظها إن شاء الله ويحفظ أمك. والدتك ووالدة جميع الناس والعالم الشاهد. إذا تريد توصل اليوم إذا تريد توصل رسالة أكو غير القصيدة عندك؟
لا بصراحة، خصوصا أنا، أنا من النوع الفظيع بالكتمان. شكرا لرب العالمين اللي اعطانا هاي الورقة والقلم اللي نقدر نكتب بيها ونعبر. ما أقدر. شنو فضل الشعر عليك؟ عرفني بيك أبسط شيء. مو من باب إنه علي المنصور قاعد قدامي، بس هاي أقرب شيء اللي يعرفني على ناس نفسك. الله يسلمك. ينطيك العافية. يا ما كان بعدك ما قرأت بيه. والله حتى أكون صريح بالمطلق، أبو الأكبر أني أحب وأعشق المكانات الهادئة والتشبه قصيدتي وهذا الباور الناصم الصوت، فهواي محافظات أتشرف أقرأ بيها. بس يعني إذا كانت جلسة، إذا كان يعني أنت مع الجلسة مو مع المهرجان. اي بعد هي احنا شعراء سباق بمختلف الاتجاهات، اكو اللي هو واللي يحب المنصة وهكذا. امتى حسيت روحك شاعر؟ حسيت روحي شاعر من ما قدرت تبكي واني مجروح. اكو موضوع يوم ليام نشرت ستوري، بنية سمعت قصيدتك وانتحرت او ماتت او هيك شيء. هذا شخص من البصرة، ألف تحية لهاي المدينة العظيمة. كسرني هذا الموضوع، تعبني، تعبني فوق الأسبوعين. أنا لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. ناشر ستوري وخال قصيدة هاي أنا رايح من سحب، وصدقني ما نرجع بعد لو يبقى يوم بعمرك. لا قراها. احنا قريناها بسياق البرنامج، قريناها قبل القصيدة اللي قريتها آخر وحدة. كل الحكي اللي قلته لك من عنده راح اختصرك، ذمتش كبرها برقبتك، الله يساعد نحرك. هاي أنا رايح من سحب، صدقني ما نرجع بعد لو يبقى يوم وعمرك. فهاي المقطوعة مخليها ستوري وشانق نفسه بغرفته. الله أكبر. ففايت على الستوري 24 ساعة، أنا لحقت أشوفه بس هو متوفي، مراسيم الدفن وهاي، وهو الستوري بعده بعد ما عبر عليه 24 ساعة. فتدمرت من شفته. شخص محول لي الستوري مالته وقال لي هذا الشخص ناشرك ومنتحر. ما أعرف السبب صراحة. فأكيد سبب عاطفي. يعني بالمية. ألف رحمة على روحه. ألف رحمة على روح إن شاء الله يا ربي. الأشياء يعني تعليق فرحك. تعليق فرحني. شخص كاتب لي انت تجبر الانسان اللي يسمعك يبتسم وهو يسمعك. عظيم. انا انتمي لهيك. تحب العبوديه؟ اي موت عليها. نسمع مثلا تقول طلعت من دين ربك وان هديتك، طحت شاوينا عظمك وان هديتك، ولك تشمر هديتي وانا هديتك معزتها بمعزة والدي. الله. الدنيا شبيعتني وشرت لي بقصبة الخير قربة، وشرت لي الرمي لوح المدنك وشرت لي، وقمت ما فكرت شي صير بي. الله. تذكر الله 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 ينطيك العافية. تذكر من قعدنا بها هانة، العتب والغيض واصل بيها هانة، وعلي لو ما محسب بيها هانة لطيح نوني لبقصت بدي. أوف. اي والله سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. قبل لا نختم البرنامج. نعم. انت مشاهد جيد وشفت هاي الحلقة. اي ايش قلت تعطيه من 10؟ ابو الاكبر دائما اي دائرة من تكون خارجها تشوفها بصورة كاملة. صح. أما عن طموح الأمنيات أو رينج الأمنيات، فإن شاء الله 9 من 10، 10 من 10 ما نقدر نقول، لأن يعني كمال الرب العالمين. شنو شاعر مبدع. ينطيك العافية. أريد ختام الحلقة على ذوقك شعرا. تأمر تأمر تأمر. نقول لما عرفتك قمت أتعب وأسهر، ومن نسأل عنك كنت ما أنطي بيك أذكر قبل، قلت لهم يحبنا أكثر، وأنا أدري بيك تغيرت من قمت طفايت وقت وتقلي عادي تأخر.
من عت هوانة تأكدت قلبك بعد مو يمي هسانة سهل اشبع بك يسولف لشحش الأمي من تقلي شاوين القبل خابص البيت باسمه مو كنت ذا يوم اختفى ما تخفى ذا مترسمه أنا اللي يسألونك علي وتقول ما عرف اسمي شاهيج قالوها وليك ما بعد نتسامح وأنا الغشيم اللي حسبت قلبك مثل أمة علي على السفرة لو أكبر زعل بس نتصالح معقولة هذاني لو قلت لي باشر نلتقى أنسى صلاتي كنت وقويها قمصاني والله عنودي يم ربعي وهلي وياك حيل فقير ومن ما يعجبك بيا شي من دون ما تحكي كنت تلقاني لك متغير وتذكر قبل من نلتقي وتصغر مواليدي ونتقاود ونمشي سوا ولما أرد اشتاق لك واشتم كنت بيدي وعيونك انت اول بشر ذوق من طعم الخذلان والله انا من قد ما فطن كنت انحسب على الغزلان بس يلا عشره وخلصت سوالفنا قصرت مو مهم المهم شعرك طولان اي والله بس انت ما تسوى العتب اي ما تسوى العتب لا لومك ولا جرحك ما لوم ذاك المنتج بجناس ثم ويضحك سلامتك شكرا لك شكرا يا كبير شاعر مبدع تسلم انسان رائع شكرا احبتنا مشاهدين قناة الايام وصلنا وياكم الى ختام حلقة هذا اليوم شكرا لكادر التصوير شكرا لضيفنا العزيز شكرا لكم سادتنا المشاهدين نلتقيكم في حلقات قادمة في امان الله